السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ في قناتنا أستاذ لايف. في هذا الفيديو سأنجز تصحيح نموذج الفرض الأول لمادة الفيزياء والكيمياء للسنة الثالثة إعدادي دولي دورة ثانية. من طبيعة الحال كنت أنجزت الجزء الأول من هذا الفرض وهذا، والآن سوف ننجز تتمة هذا الفرض أو الجزء الثاني. إذن كان هذا هو التمرين اللي توقفنا فيه، الإكزرسيس نيميرو 2. La question numéro 3. Alors, la vitesse moyenne entre A0 et A1, puis la vitesse moyenne entre A2 et A3. Donc, c'est calculé. La question, c'est calculé. Et on calcule la vitesse moyenne entre A0 A0 ou A1, ou que d'ailleurs, on calcule entre A2 ou A3. Je fais ma bien A2 ou A3. On calcule la distance cette. Donc toujours on écrit on a ou bien nous avons Vm est égal à la relation Vm sur T. Parfois cette relation s'écrit quelle qui écrit ça dans le bon malade ça de se faire un petit hand fa à tabra sahiha delta t est la durée. على حسب الاساتذه ربما تلقاو اللي كاتبها الدلتا تي وكاين اللي كاتبها فقط التي. اذا هذا بين قوسين، اذا فقط خصنا نحددو الدي والتي. الدي اذا في هذا الاخر هنا المسافه هي دي، هي شنو هي ما بين ا0 ا1. دونك هي ا0 ا1 اللي هي شحال ديجا عطاوها لنا من ا0 حتى ا1، دونك 2.5 سنتيمتر. 2.5 سنتيمتر. بالنسبه للتي كانوا عطاونا اون دون لانترفال دو طون سيبارون دو انريجستخومون سكسيسيف طو ايتيغالا دو سكوند. دونك طو ايتيغالا دو سكوند. اذا هذا الوقت بين تسجيلين كنا شفناه اللي كيساوي يعني جوج سكوند. دونك هذه هي المسافه وهذه هي المده الزمنيه. فقط هنا ما طلبولناش اليونيتي، ما طلبوش الوحده ديال الحساب، ولكن نحولها للمتر من الاحسن. دونك غادي نديرو 2.5 مقسومه على اذا من السنتيمتر للمتر كنقسمو على 100، وهنا بيان سير متر بالمتر. اذا غادي تجينا 0.025 متر. اذا غادي تجي ابليكاسيون نيميريك 2 سكوند، وهنا 0.025. دونك اللي غادي تساوي يمكننا نديرو هي او هنا مثلا يمكننا نديرو هذه هي 2.5 كتابة العلمية 10 الى بويسونس موان 2 متر كنا نديروها. اذا دونك فقط كالكيلاتريس هنا يمكننا نحسبوها 0.125 متر بار سكون. يمكننا نحطوها على اساس انها هي هذه 1 فيرغول حسب الكتابة العلمية فوا 10 على بويسونس موان 2 متر بار سكون. Alors de la même façon, on va calculer la vitesse moyenne entre A2 et A3. A2 et A3. Donc on a Vm est égal à D sur T. Donc on a D est égal à 2.5 cm est égal à 2.5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Et T toujours est égal à 2 secondes. Donc ça vaut là 2.5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2. Donc ça vaut ADJ. Il y a la même chose. 1.25 fois 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. يمكن لك تحسبها، يمكن لكم تحسبوها هنا، ما طلبوش
ما الأستاذ الصراحة في السؤال ما طلبش هنا الوحدة، يمكن لك تحسبها بالسنتيمتر بار سكون، هذه وحدة أخرى السرعة، يمكن لك تحسب بها ماشي مشكل. دونك هنا اون باس على كيستيون نيميرو 4، ديتيرمينا لا فيتاس موين اونتر ا 0 اي ا 5. ا 0 اي ا 5، alors vous voyez يعني la distance هي 12 سنتيمتر، 12.5 سنتيمتر، والمدة الزمنية هي شحال من طول؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة ديال المدات الزمنية المتساوية اللي هي كتساوي جوج سكوند. إذن بنفس الطريقة في ام تساوي دي سير تي، المسافة هي أ زيرو أ سانك سير تي. بقى لنا فقط نحدو المعطيات. إذن دي إتيغالا 12.5 سنتيمتر إتيغالا 12.5 × 10 إلى بويسونس موان 2 متر، ولا تقسم على 100. إذا ما كتعرفش هاد الكتابة العلمية قسم على 100 هنا، أو لا دير جدول التحويل، من الأحسن لك دير جدول التحويل تمشي بالحاجة اللي كتعرفها، باش ماشي أنه حاجة يعني ما كتعرفهاش وتضيع فيها النقاط. إذا المتر دي سي متر سنتي متر، شحال عندك؟ عندك اسيدي 12.5. ندير زيرو وندير هنا الفاصلة، ها هي انت حددتها 0.125 متر، نفس الشيء. اذا بالنسبة لطو طو او تي باردون تي تساوي شحال من واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. نعود واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا غادي ندير خمسة فوا خمسة فوا ديك طو اللي كتساوي خمسة في جوج اللي هي 10 سكوند. أو لا يمكن لك دير بطريقة سهلة جوج سكوند زائد جوج سكوند زائد جوج سكوند زائد، لأن كل المسافة من هادي من أزيرو لأوت كيستغرق هاد الحلزون هذا جوج سكوند. اذا باش يقطع من ا 0 حتى ل ا 5 يعني خمسة د المرات من هاد جوج سكوند اللي هي 10 سكوند. اذا نمشيو نديرو الحساب هنا بكل سهوله، يمكننا نستعملو هاد العلاقه هي، ويمكننا نستعملو هذه. يلا نستعملو هذه 0.125 على 10 تساوي 0.125 متر بار سكوند. هذه الوحدة هنا ما كنديروش الوحدات في هذه الابليكاسيون نيميريك، ومن بعد كنديروا الوحدة. هنا ممكن نكتبوها انها باردون 1 فاصلة هي 1.125 كتابة علمية فوا 10 على بويسونس موان 2 متر بار سكوند. اذا ها هو عطاها لكم هنا دوني باش يسهل عليكم التحويل. اون باس على لابارتي نيميرو 2 دون ليكزيرسيس نيميرو 2، هادي الجزء الثاني في التمرين الثاني. ان كونديكتور دون اون فواتير فوا ان اوبستاكل حاجز دون لا روت ا 100 متر. اذن واحد السائق في سياره، بطبيعه الحال سائق سياره، شاهد حاجز يعني شجره او احجار او كذا فجاه في الطريق على بعد 100 متر. مهم من فهم المحتوى ديال السؤال، مهم جدا. ابخي دو سكوند يعني من بعد واحد دو سكوند من اللي شاف هذاك الشيء، طون دو رياكسيون هذه كنسميوها مده رد الفعل او لو طون دو رياكسيون. يل كومونس افخيني يعني السائق لما يشوف داك داك الحاجز او داك المفاجئ او كذا غادي يفكر بانه عنده حل واحد، هو انه يفريني باش ما يصدمش داك الحاجز او يسقط في داك الواد او كذا الى اخره. ساشون كو لا فيتاس اي يعني كانت السرعه ديال هذه السياره 60 كيلومتر على الساعه، اي لا ديستونس دو فريناج، لا ديستونس دو فريناج هادي عطاها لنا دوني دي اف ايتيغالا 56 متر. اذن لا كيستيون نيميرو 1 كالكيلي لا ديستونس دو رياكسيون مسافه رد الفعل دي ار. اذن كنا درنا الحصه الماضيه او في الفيديو السابق هاد العلاقه هادي اللي كنحدو من خلالها العلاقه ما بين هاد المقادير الفيزيائيه وهاد لي غروندور فيزيك. في ام سرعة متوسطة، لا فيتاس موان تيغالا دي سور تي، دونك سي اون نوت دي
Et T et C, on fait fois ou bien la multiplication et V. دونك حنا هنا المطلوب بينا المسافه دونك غادي نعلمو على المسافه هنايا نحطو شي حاجه على المسافه شنو بقات لنا دي كتساوي في تي يعني هنا هاني عرفت بعد العلاقه دي ايكالا في فوا تي ثم غادي ندوزو للحساب دونك قلنا في ايكالا دي سير تي يمكن نكتبها هكا دونك دي est égal à V fois T. On a وصلنا لهذه هاي. خصنا la vitesse. La vitesse est N, V. نديرو لي دوني هنا. V est égal à 60 km par heure. من الأحسن تبقاو ديروها هكا ما ديروهاش على شكل سلاش هنا. و T هي T de réaction. هي لو طون دو رياكسيون اللي هو دو سكوند خلال دوك دو سكوند شحال قطعت السياره خلال دوك جوج ثواني لانه هو منين شاف راه السياره راه متحركه راه ماشيه ما غاديش توقف واخا غير جوج ثواني راه غادي تكون قطعت مسافه وانتم غادي تلاحظوا شحال تكون قطعت غادي نحسبوا من بعد وغادي تبان النتيجه دو سكوند فقط هنا دو سكوند هنا ما عندناش السكوند ناس الساعه دونك خصنا نحولوها للساعه هذه حنا كنقولوا بان باش نحولوا للساعه شنو كنديروا كناخذوا la vitesse moyenne هي او la vitesse 10 km par heure وغادي نقسموها غادي نديرو 60 على 3 فاصلة 6 ايتيغالا متر بار سكون ها حنا حولنا السرعة دابا فقط كنديرو تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك بيان سير نتوما يعني ماشي ضروري تتبعو نفس الشيء فقط هنا هذا الشيء وهذا مهم والمعطيات نحددهم ثم ندير لابليكاسيون نيميريك دونك في دي اللي كنحسبوها اللي هي دي ار نورمالمون كتساوي 16.66 مضروبه في لو طون ها هو اللي هو دو سكوند في دو نحسبوها كذلك دائما تكون عندك الكالكيلاتريس اذا كتجي 33 فاصله ايتيغالا 33 فاصلة 33 متر اتونسيون دائر لان انا كنحسب مسافة فانتبه للوحدة دائر حتى الى بغيت ندير شوية ديال الاخر هنا البروية شنو غادي ندير شوف في ام غادي تجيك هذه 16.66 متر على السكوند مضروبة في جوج سكوند شوف انا غادي تختزل السكوند غادي يبقى لك غير المتر هذا بين قوسين دونك هنا كالكيلي لا ديستونس داغي كونكليغ كالكيلي لا ديستونس داغي الوغ قلنا دي ا ايتيغالا دي ار بليس دي اف هادي لا غولاسيون كون عارف لا غولاسيون حتى هي الاولى 0.5 دايما كندير ليها واحد 0.5 حسب السؤال ابليكاسيون نيميريك ايتيغال دي ار حسبناها غير دابا 33 فاصلة 33 متر بليس و دي اف ديجا عطاها لنا كوم دوني دونك هنا 59 متر الوغ نديرو الحساب دونك هادي عطاتنا هنا 89 قريبة ل 90.33 متر كونكليغ دونك هنا لا كونكليزيون لا كونكليزيون واش صدمها واش صدم هذا الحاجز ولا لا دونك بما ان دي اصغر من 100 متر اذا ما كاينش با دو كوليزيون با دو شوك ما كاينش واحد الاصطدام ما بين السياره والحاجز هذا هو لا كونكليزيون هي هذه الكونكليزيون اذا هنا لا كيسيون نيميرو 3 دوني دو فاكتور كي انفلي سير لا ديستونس دو رياكسيون اذا نعطي عاملين اللي كياثروا على مسافه
رد الفعل، مسافة رد الفعل هذه غير باش نفهموها، هي أنه لما السائق يشوف واحد الحاجة مفاجئة، يعني شجرة في الطريق أو بقرة أو أطفال يقطعون الطريق لا فجأة يعني، أو قنطرة يعني طايحة أو كذا، فهنا كيدير واحد رد الفعل، يعني كيحاول يفريني، يعني كتكون مرات واحد سكوند ولا دو سكوند على حسب، مثلا انا عطاكم في التمرين دو سكوند، ولكن هي عموما كتكون ان سكوند. لاحظوا جيدا بان مثلا هنا في هاد دو سكوند شوف شحال قطعت السياره، 30 متر، يعني ماشي سهله، 33 متر اللي هي ماشي متر اللي هي ماشي سهله، يعني في رمشة عين تقريبا. اذا هنا غادي نذكروا جوج ديال العوامل اللي كتاثر على مسافه رد الفعل. اذا مسافه رد الفعل هي مرتبطه بالسائق لو كونديكتور، علاش؟ لانه هو اللي كيدير رد الفعل، يعني في الحاله ديالو ليطا دي كونديكتور، واش مثلا الحاله الصحيه جيده، واش نعس مزيان، واش يعني يعني متناول مخدرات، واش كذا، هادو هما العوامل. اذا مثلا لالكول، نذكروا مثلا هنا لالكول، اذا كان داير لالكول فهنا كتكون مشكله اكثر، غادي تزيد هذه المسافه لانه ما غاديش يتصرف بسرعه. العامل الاول مثلا، العامل الثاني نذكروا مثلا يعني هي نورمالمون توت اكتيفيتي سيسبتيبل دو ريدويغ لا تونسيون دي كونديكتور، يعني اي نشاط اللي كي ينقص التركيز ديال 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 السائق، اي نشاط فهو يؤثر على هذه المسافه ديال رد الفعل. مثلا لا فاتيغ، فاتيغ حتى هي مهمه، داك الشيء باش كيقولوا يعني خصك من تكون سايق، يعني تاخذ واحد القسط من الراحه بعد جوج سوايع من السوقان، خصك ترتاح، ماشي تسوق يعني نهار وليل بدون. اذا احنا ذكرنا جوج، كاين هناك لا دروغ، كاين هذه الامراض، يعني اذا كنت مريض او كذا، هذو كلهم عوامل كياثروا في يعني في مسافه رد الفعل. اون باس او اكزيرسيس نيميرو 3 كي كونسيرن لي زاكسيون ميكانيك. لا كيسيون 1 فير لانفونتير دي زاكسيون اكزيرسيس سير لا بي بوي كلاسي لا اون اكسيون دو كونتاكت او ا ديستانس. اذا اول شيء نحدو لي زاكسيون ميكانيك اكزرسيس سير لا بي، هذه هي، ومن بعد نصنفوهم ا ديستونس ولا دو كونتاكت. اذا غادي نعطيكم الطريقه لكي تحدد يعني التاثيرات الميكانيك او بيان لي زاكسيون ميكانيك بطريقه تكون سهله وذكيه. اول اكسيون ميكانيك هو اكسيون، هذا اول حاجه نبقى نحددها دائما، اكسيون دو لا تير، دو لا دير عليها نقطة، هادي دو لا تير سير لا بي، هادي دايما دايما كاينة. أي جسم غادي نهضر على التأثيرات الميكانيكية المطبقة عليه أو لي زاكسيون ميكانيك إكزيرسيس سير أنكوغ، دايما نذكر لا تير، دايما نذكر لا تير. كيفاش نعرف التأثير ديال لا تير؟ نقطع الخيط، إلا قطعت الخيط لا بي غادي تسقط، دونك هنا غادي تسقط سوليفي دو كوا، سوليفي بيان سير سوليفي وبيان سوليف سولانفليونس دو لا تير، يعني تحت تأثير الأرض. إذن هادي أكسيون دو ديستونس، ا ديستونس عن بعد، ا ديستونس ما كاينش واحد لو كونتاكت ما بين الأرض وهاد الكرة، ولكن كاين التأثير، واخا ما كاينش كاين التأثير. إذن ندوزو الأجسام الأخرى. دابا باش نعرف لي زاكسيون لي دو كونتاكت، خصني نشوف الاجسام اللي في تماس مع الكره. اذا هذا مثلا هذا السيبور، هذا ما عندوش تماس مع الكره، دونك ما ماثرش عليها. نشوف الخيط، دونك عنده الفيل، الخيط عنده تماس مع الكره هنا في هذا لو بوين سميوها ا، دونك كاين تاثير ديال الخيط على الكره. دونك اون باس ا لا كيسيون نيميرو 2، فير لانترفونتير دي زاكسيون اكزرسيس سي لا بار العارضه، لا بار بوي كلاسي لي اون اكسيون دو كونتاكت او ا ديستونس. اذا نفس الشيء كما تلاحظون، نقدر نستعملوا غير هذا الجدول هذا هنا، ونولا نكمل هنايا. دونك شوفوا كما قلت، اول حاجه غادي نذكروا لا تير، نشوفوا لي كونتاكت، نشوفوا كاع الاجسام اللي اون كونتاكت افيك لا بار. دونك كاين دو غوسور كوم فو فويي، وكاين هاد لو كور هذا. اذا نبداو بهاد لو غوسور هذا، الا قطعنا كيما قلت لكم الطريقه باش كان نعرف التاثير ديال الاجسام على الجسم لابار، شنو غادي ندير؟ غادي نشوف دوك الاجسام ونحيدهم، نقطعهم. مثلا قطع هنا،
غير في عقلي، ماشي انه واخا ما عنديش هاد التجربه امامي، ولكن غير كنقطع. الا قطعت هنا شنو غادي يوقع؟ لابار غتهبط، غتهبط هكا. اذا هنا كنعرف بان هاد الرسول هذا راه مأثر على لابار. دونك غادي نكتب هنايا رسور ا بيان ار ا باش ما رسور ا لاكسيون دي رسور ا، تكتب بحال هادشي اللي كتبت انا هنا، لاكسيون دي رسور ا سير لابار. انا ما غاديش نكتب. دونك هنا دو كونتاكت نشوفو الرسور دو، نفس الشيء غادي نحاول نقطعو في عقلي. دونك شنو غادي يوقع لهاد لابار؟ هادي غادي تهبط للجهه منا. دو ميم دو كونتاكت، دونك لا ميم شوز. نشوفو هاد الجسم هذا او الخيط في الحقيقه. الخيط واش مأثر على لابار ولا لا؟ دونك نقطع الخيط، شنو غادي يوقع؟ بان هاد النوابض هادو او هاد لي غوسو غادي يوليو يتجمعوا الفوق، لان بسبب ديال الثقل ديال هاد الجسم هذا راه هاد النوابض مجبدين كنسميهم، يعني كيطوالوا بعد تحت تسير هاد الجسم هذا. اذا لابار غادي تطلع الفوق، وهنا كيبان بان الخيط راه عنده تاثير على لابار. اذا بالنسبه لهاد الجسم هذا واش مأثر على لابار ولا لا؟ اذا هذا الجسم هذا ما عندوش تاثير ا ديستونس، ماشي شي جسم اللي كيدير ا ديستونس، وبالتالي هو التاثير ديالو على الخيط ماشي التاثير على لابار. هو مأثر على الخيط والخيط مأثر على العارضه. اذا بهذا التمرين نكون قد انهينا تصحيح هذا النموذج المهم من هذا الفرض الاول لماده الفيزياء والكيمياء. اود ان اشير في النهايه لانني صححت كذلك نموذج لماده الرياضيات، وسانجز الجزء الثاني منه وهو مهم جدا. اذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه ودعمنا بزر لايك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهاتنا، وكذلك لتستفيد ولتحقق الافضل ولتحقق نتيجه جيده ان شاء الله في الدوره الثانيه. ولا تنسى مشاركه هذا الفيديو مع اصدقائك لتعم الفائده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.